الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ربيع الأنام ونظرة الأيام، والسلام عليكم أيها المشاهدون الأعزاء. أتمنى لكم أجمل الأوقات وأن تكونوا بخير وعافية، وأهنئ لكم ولجمهورنا وللشيعة أجمع والمسلمين ذكرى ميلاد الإمام الجواد سلام الله عليه، وكما نحن على أعتاب ميلاد مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل تحفتنا من هذه الأعياد المباركة تعجيل ظهور وليه صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعم، نحن كما في الحلقات السابقة كنا في خدمة الأعزة، كنا في شرح هذه الفقرة من دعاء الندبة الشريفة، أين قاطع حبائل الكذب والافتراء. فبهذه المناسبة دخلنا في بيان الذين يفترون على الإمام الحجة سلام الله عليه، فذكرنا نماذج من المفترين. ثم في الجلسة السابقة، في الحلقة السابقة في الأسبوع الماضي، تكلمنا حول علامات المفترين، بما يعرف وكيف نشخص أولئك المفترين، فذكرنا بعض معالم دعوة أولئك المفترين. اليوم عنوان حلقتنا في هذا اليوم قانون معرفة الإمام. هذا القانون يسد الطريق على المفترين، أن هنالك قواعد، أن هنالك قوانين لتشخيص الإمام. فمن ادعى الإمامة أو ادعى منصب الإمامة أو ادعى شأنا من شؤون الإمامة، فلا يمكن أن يصدق إلا أن يكون وفق هذه المعايير التي بينت من قبل أئمة أهل البيت في رواياتنا. وقبل ذلك هي مدعمة بأدلة وبراهين عقلية وقرآنية أيضا. إذن نسأل، كيف يعرف الإمام؟ أي إذا جاء شخص وادعى الإمام لنفسه أو لشخص آخر، فكقواعد لمعرفة الإمام الحجة وأن نشخص الصادق عن الكاذب. يمكن أن ألخص هذه القواعد والقوانين لمعرفة الإمام في 4 أشياء، وهو أكثر لكنها هي العمدة. قبل ذلك أذكر مقدمة، وهي أن مسألة الإمامة في عند الشيعة الإمامية في رؤية مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام مسألة بالغة في الأهمية والخطورة، حيث أنه ورد من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، أي أن عدم معرفة هذا الإمام يسبب في أن يموت الإنسان كما كانوا يموتون في زمن الجاهلية. فالمسألة بهذه الخطورة التي عدت من أصول الدين
هذا لا يمكن أن تكون الحجج والبراهين عليها قابلة للبس والاشتباه. يعني لابد أن يكون إثبات إمامة شخص ببينة واضحة بشيء ما يقبل اللبس، لأن أولا مسألة خطيرة جدا، يعني جنة ونار، ومسألة ثانية هنالك كثير ممن يدعي هذا المقام، لأن الشيطان والنفس الأمارة يحرض الإنسان على دعوة هذا المقام، لأن هو الملكوتية وشيء شيء أهل الدنيا يطمعون فيه كثير. يعني حتى بعضهم مستعد أن يترك كثيرا من اللذات، من التمتع بكثير من الأمور الموجودة في الدنيا لخاطر شنو؟ لخاطر يقدر يدعي له مقام روحاني ومقام معنوي ويصير له أتباع. فمسألة أهل الدنيا يطمعون فيها، وكما رأينا نماذج ذكرنا من علد الغيبة الصغرى إلى يومنا هذا، كم من الذين ادعوا الإمامة، ادعوا المهدوية، ادعوا السفارة، ادعوا النيابة. فأمر يعني لابد من الحذر. إذا فالعلامات والبراهين على هذه المسألة لابد أن تكون جدا واضحة وصريحة. جيد، ما هي تلك القوانين، وما هو قانون معرفة الإمام لكي نعرف الصادق على الله ونعرف الكاذب على الله؟ في روايات أهل البيت عليهم السلام هذه المسألة مطروحة بجد، لأن المسألة كانت في عصر أهل البيت ابتلائية، لأن في زمن أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يأتون أناس ويدعون الإمامة أو المهدوية، يعني في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام الكاظم سلام الله عليه، وبقية الأئمة. كما ترى الفرق الذين انشقوا عن الشيعة الإمامية الاثني عشرية، بعضهم الزيدية، بعضهم الكيسانية، بعضهم الواقفة، وهكذا، وبعضهم اللي ادعوا المهدوية في مثلا أبناء الإمام الحسن سلام الله عليه. فإذا المسألة كانت مطروحة، أصحاب أهل البيت عليهم السلام كانوا يسألون الأئمة بماذا نعرف الإمام، بماذا نعرف الإمام، لأن عدم معرفته يوجب الكفر الموت الجاهلي، فلابد الدلال عليه واضحة وصريحة. مثلا في أصول الكافي هذه الرواية الشريفة يقول هشام بن سالم وحفص البختري سألوا عن الإمام الصادق سلام الله عليه، قيل له بأي شيء يعرف الإمام، شلون نعرف الإمام؟ قال بالوصية الظاهرة. التفتوا لي، بالوصية الظاهرة، هذا أول شيء. وبالفاضل، إن الإمام لا يستطيع أحد أن يطعن عليه في فم ولا بطن ولا فرج فيقال كذاب ويأكل أموال الناس وما أشبه هذا. في هذا الحديث هناك ثلاثة معايير الإمام صلى الله عليه ذكرها. أولا الوصية الظاهرة. الوصية الظاهرة شيء مكرر في رواياتنا. رواية أخرى عن الإمام الرضا سلام الله عليه قال سألته عن الدلالة على صاحب هذا الأمر، كيف نعرف أنه هو الإمام؟ فقال الدلالة عليه الكبر، هو أكبر أولاد أبيه، والفضل يعني أفضل من الآخرين، والوصية بحيث إذا قدم الركب المدينة، يعني إذا أجوا ناس غرباء من خارج المدينة دخلوا المدينة، يعني بعد وفاته وبعد استشهاد الإمام السابق، إذا دخلوا الركب إلى المدينة فقالوا إلى من أوصى فلان، يعني الإمام الماضي، قيل إلى فلان ابن فلان، يعني الكل يعرف، الكل، كل من تسأل أنه المن أوصى يقول فلان ابن فلان، يعني لا ليس عليه أي غموض. الوصية الظاهرة. في رواية أخرى
عن الإمام الصادق سلام الله عليه في نفس أصول الكافي، قال: ويكون صاحب الوصية الظاهرة التي إذا قدمت المدينة سألت عنها العامة والصبيان إلى من أوصى فلان، فيقولون إلى فلان ابن فلان. الوصية الظاهرة، يعني لا ينكر، لا يمكن إنكار الوصية من أحد، شيء واضح. جيد، لنقف عند هذا العلامة الأولى، القانون الأول في معرفة الإمام. الإمام لابد أن يكون موصى، يعني الإمام السابق وصى عليه بشكل ظاهر لا يلبس، ليس فيه لبس. أنا أسألكم سؤال، كيف يمكن أن تكون الوصية ظاهرة؟ أطرح لكم بعض الخيارات. إذا الإمام السابق ذكر الإمام اللاحق فقط بالاسم، فقط قال من بعدي فلان ابن فلان فقط، ونجد في الساحة أناس كثيرون باسم فلان ابن فلان، يعني مجرد ذكر الاسم هل تجعل الوصية ظاهرة؟ كلا، ليس هكذا. في رواياتنا في قوم بني إسرائيل أنه كانوا الأنبياء بشروهم بمجيء موسى ابن عمران، فالإمام يقول كانوا يسمون أولادهم عمران، ثم هذا العمران يسمي ولد موسى كي يموه على الناس ويمرر عليهم بأني أنا موسى ابن عمران. يقول لم يأتي موسى حتى خرج 50 كذاب كلهم يدعون أنه موسى بن عمران. مجرد ذكر الاسم لا يفيد، فقط لو كان اسم فقط ما يصير وصية ظاهرة، لأنه قابل للتلبيس، قابل للتزوير. يعني ممكن شخص يسمي نفسه باسمه ويقول أنا فلان ابن فلان. إذن الاسم وحده ما يكفي، لابد من الإشارة الواضحة. انظروا في أصول الكافي كتاب الحجة، المرحوم الكليني لما يذكر النصوص الأئمة يقول باب النصوص والإشارات، يعني مو فقط يذكر الاسم ويطبق الاسم على الشخص، يقول هذا. انظروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يوصي ويخلف من بعده علي بن أبي طالب ماذا صنع؟ في غدير خم أخذ بيد علي فقال: أيها الناس، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ما قال فعلي مولاه، وما قال علي فلان، هذا الذي أنا شائل بعضده ورافعه إلي ومعلمكم أنه أخي ووصيي ووزيري وخليفتي من بعدي، هذا علي مولاه. انظروا الوصية يكون هيك تصير بكل وضوح، ما في أي لبس، لأن مسألة الإمامة مو مسألة سهلة، يعني أنا جاي أبحث عن شيء مرتبط بالنجاة والهلاك الأبدي، مو مسألة يعني. إذن كون الوصية للإمام وصية بالشخص، أو ما نسميه الوصية التشخيصية، يعني يشخص على فلان، الاسم هم يكفي. هل يكفي ذكر الإمام اللاحق بالعناوين العامة؟ يعني يقول خليفتي من بعدي من كان بهذه الصفات. هذه الصفات تطبيق على الأشخاص، إذا في إمكانية التلميع، إمكانية أيضا ما تكفي. هذه وصية عامة تصير. نحن في مسألة الإمامة الاعتقاد بشخص الإمام دخيل في الإيمان كالاعتقاد بشخص النبوة، فلذا لابد أن يشخص لي شخص الإمام بصريح الكلمة، ومو فقط اسم، حتى يكون يشخص. من هنا التفتوا الإخوة والأخوات، جعلنا الله وإياكم إن شاء الله من
منتظرين لظهور مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، على الرغم من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نص على ذكر الأئمة واحدا واحدا بالاسم من الإمام المهدي سلام الله عليه، لكن مع ذلك كل إمام كان يشخص يعين يطبق، ما كانوا يكتفون بنفس ذكر رسول الله للأسماء، لأن قلت الاسم قابل للتزوير قابل للعب، كما لعبوا كما ادعوا لأنفسهم، بعضهم قالوا أنه أنا المهدي لأن اسمي مهدي مثلا، أنا المهدي لأن اسمي مثلا محمد، ورسول الله قالوا اسمه اسمي، تمسكوا بمجرد الاسم، الاسم وحده ما يكفي، مو وصية ظاهرة، لا يمكن أن تقوم لله حجة لمجرد الاسم أبدا. إذن أول شيء يكون شنو؟ أول شيء لابد أن الاسم يطبق على الشخص، كما في غدير خم ذكرنا، وفي نماذج أخرى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حياة الأئمة عليهم السلام، هذا صاحبكم من بعدي. في الإمام الحجة سلام الله عليه انظروا كيف تشخيص، يقول الإمام العسكري من الأمور التي صنعها الإمام سلام الله عليه العسكري، استدعى 40 من الشيعة وأخرج لهم الإمام الحجة سلام الله عليه، يقول أنا رأيته كرقبتي هذه، ورأيت رقبته كيدي هذه، فقال هذا هو وصي من بعدي، هذا هو خليفتي، قد ولد لي، رأيناه، وطبقه على الشخص. مجرد الاسم لا يكفي، إذن تشخيص مشخص. الأمر الثاني، لابد أن تكون هذا التشخيص، هذا التعيين الخاص الجزئي بحضور عدد كبير من الشهود، لأنه هي من أصول الدين، حتى شاهدان عدلان لا يكفي. لماذا؟ لأن المسألة مو فرعية، مسألة مو مرتبطة بحلال وحرام، مسألة مرتبطة بأصول الدين بأصل الدين. فلذا في غدير خم رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع حشد الناس كلهم 3 أيام بقوا في الغدير في مفترق الطريق، لأن لما كانوا راجعين من حجة الوداع في منطقة الغدير كانوا يفترقون، هذا اللي يروح إلى اليمن، هذا اللي يروح إلى مدينة، هذا اللي يروح إلى منطقة مناطق أخرى، فهناك كان مجتمع جمعهم وخطب هذه الخطبة، مضافا إلى المرات الأخرى التي نص على أمير المؤمنين صلى الله عليه بالاسم وبالشخص وبالتعيين، فما كان في لبس. إذن كن في حضور شهود، أما يأتي شخص ويقول هو الإمام السابق وصى لي بدون وضوح بدون شهود، هذا هم لا يكفي، هذا هم غير واضح. هذا الثاني، إذن الناس كون تشخيصي يشخصه، وثانيا شهود، وثالثا هذا التشخيص اللي كان بحضور الشهود لابد أن يصل إلينا بالتواتر، يعني بشيء بديهي قطعي يقيني، ما يكفي أنه شخص واحد ولو كان ثقة ينقل لنا ويثبت به تثبت به الإمامة، أبدا ما تكفي هذا الشيء، لأن الإمامة من أصول الدين لا يثبت بخبر الواحد ولو كان راوي ثقة، حتى لو كان راوي ثقة. إذن الوصية الظاهرة، الوصية ماذا؟ الظاهرة. انظروا سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم كم مرة قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، أوصى بالعترة كثيرا، جيد، أو في آيات قرآنية لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، كل هذه موجودة، آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، مع ذلك كله لم يكتفي بذلك إلا أن عين الشخص قال هذا. وكذلك الإمام الحسن والحسين عينهما بالاسم، هما خليفتاي من بعد أمير المؤمنين صلى الله عليه. فأما أنه من دون التشخيص ومن دون الشهود أو بخبر واحد، هذا ما ممكن، إحنا ما نقدر نؤمن بشخص، هذا خلافه ضروريات الدين. التفتوا، أنا في الحلقة السابقة
ركزت على هذه المسألة أنه أهل الشبهة كما القرآن ينص على ذلك، وقد فضحهم الله جل جلاله وذلك المفترين في سورة آل عمران السابعة. يقول: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. من محكمات الدين أن الإمامة لن تثبت بخبر الواحد ولا بالنص غير التشخيصي ولا بالنص اللي ليس عليه شهود، لابد أن تكون هكذا. هذا الأمر الأول، القانون الأول، الوصية الظاهرة. وصية ظاهرة، الإمام ماذا قال؟ قال: من ناس يدخلون بالمدينة تسأل أصغر الناس من أوصى فلان، يقول فلان ابن فلان. وكان هكذا في زمن أئمتنا عليهم السلام، يعني كل من يدخل بالمدينة يعرف من قام بأمر السابق، وصيه لا أقل، أقل شيء الذين، هذا بعد ما كان ينكر، من قام بالصلاة عليه ودفنه، يعني وصيه هو طبعا. وهذا الشيء الذي الغاصبون لمقام الخلافة لم يتفطنوا إليه. مثلا في قصة السقيفة، انظروا، هم تركوا عليا سلام الله عليه يغسل ويكفن رسول الله ويدفن رسول الله، وذهبوا إلى السقيفة لتعيين الخلافة. هم تصوروا أن بذلك استطاعوا أن يقضوا على الوصي الشرعي لرسول الله، لم يدروا بأنه الآن إلى يومنا هذا إذا تسأل من وصي رسول الله الذي وصيه أقل شيء، أقل شيء يكون هو الذي يقوم بدفنه وتجهيزه. كيف يمكن لشخص يقول أنا وصيه في كل الأمور وما يدفن الرسول وما يصلي عليه؟ فإذا مسألة الوصية كانت واضحة جدا، يعني لما تدخل بالمدينة من بعد موت الإمام الصادق سلام الله عليه، من وصي الإمام الصادق؟ تسأل أي شخص يقول الإمام الكاظم اللي هو الذي تصدى لدفنه وتجهيزه وغير ذلك. ولأجل هذا كان الإصرار على أن هذه المسألة ما ممكن أن الأئمة يتنازلون عنها. فلذا لما في الإمام العسكري سلام الله عليه، لما جاء جعفر ليصلي على الإمام، قدم الإمام الحجة سلام الله عليه هو ابن 5 سنوات، وأشار بيده إلى عمه: يا عم اذهب، أنت ليس لك حق أن تصلي على أبي، على والدي، أنا من أصلي عليه. لا يصلي على الإمام إلا الإمام. لأجل هذا الوصية الظاهرة واضحة جدا. الآن أنا باختصار شديد، باختصار جدا، أريد أطبق هذا المعيار الأول على بعض المفترين. بعضهم تمسكوا بالرواية موجودة في كتاب الغيب للشيخ الطوسي، وزعموا وظنوا أنها وصية إلى من يدعون إمامته. يقول هو إمام، أين الوصية؟ يقول الوصية في غيبة الشيخ الطوسي. هذه الذي يزعمون أنها وصية في غيبة الشيخ الطوسي، أولا هذا ليس تشخيصيا، يعني موجود فيه مثلا أنه فلان ابن فلان، في طول التاريخ أي شخص يقدر يجي يدعي هذا المقام، وكم ادعوا، ما يمكن، خلاف المحكم. ثانيا أكو في الرواية الإمام صلى الله عليه يقول أنه الوصية في ليلة وفاة النبي، أنه بعد يعني 12 بعد الإمام المهدي صلى الله عليه، يقول لما حضرته الوفاة، يعني الإمام الحجة صلى الله عليه، فليسلمها إلى، في بعض النسخ ابنه، في بعض النسخ إلى أبيه، إلى أبيه يعني الإمام الحسين، إذا النسخة على أبيه يعني رجع، دورة الرجعة، لأنه في الروايات أول من يرجع هو الإمام الحسين سلام الله عليه. فأكو نسخة، إذا لبس في المتن. ثانيا حتى لو كان على ابنه، خب من هو ابنه؟ ابنه ضمير يرجع لرسول الله أو الإمام المهدي، قد إلى رسول الله، يعني ابن الرسول، بدليل روايات الرجعة ابن الرسول هو الإمام الحسين سلام الله عليه. يعني الإمام المهدي لما حضرته الوفاة يسلم الإمامة إلى ابن الرسول، إلى ابنه، ممكن الضمير يرجع بقرائن، ممكن نسخة إلى أبيه موجود. جيد، مع كل هذا ليس تشخيصيا، لا يوجد شهود، أساسا الإمام ما طبق على شخص، ما ممكن
غير متصور أن يكون الموت الجاهلي متوقفا على مثل هذا الشخص الذي أساسا الإمام ما طبق فيه احتمالات كثيرة. مع ذلك خبر واحد، رواية واحدة، رواة فيهم كلام، لا تقوم لله حجة بمثل هذا. الوصية الظاهرة، الوصية إذا تسأل أصغر الصبيان يقول أوصى إلى فلان، يعني شخصه، معرفة شخص الإمام من الإيمان، ليس مجرد أنه أمر كلي، أمر كلي، لا، لابد أن تشخصه، والتشخيص لابد أن يكون بشكل جدا واضح وصريح بلا لبس. فإذا من يريد مني أن أؤمن بإمامة شخص إمامته ثبتت بمثل هذا الرواية الذي في سنده كلام، حتى لو ممكن كلام خبر واحد، في نسخته أكو نسخة ثانية، في دلالته كلام وغير تشخيصي، شلون هذا الإمام؟ أي دين هذا؟ هذا خلاف محكمات الدين. إذا من يدعوك، إذا دعوك شخص أن تؤمن بشخص لأجل هذه الرواية، أنت أعرف أنه هو من أهل الزيغ، الداعي بدليل السابع من آل عمران. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هو يريد الفتنة، اتركه وشأنه. إن شاء الله نأخذ فاصل ونكون في خدمتكم. عدنا إليكم من جديد. كنا تكلمنا قبل الفاصل عن قانون معرفة الإمام. قلنا القانون الأول إنما هو وجود الوصية الظاهرة، أي النص من الإمام السابق التشخيصي الذي يشخصه على الشخص اللاحق بحضور الشهود و من دون ذكر الاسم فقط، بل تطبيق ووصول النص إلينا بشكل قطعي. طبعا ذكرنا بعض الفرق المنحرفة الذين يدعون الإمامة لبعض يعني وجوههم، تمسكوا برواية في الغيبة، كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، وقلنا أنه أساسا كل معايير النص الوصية الظاهرة مفقودة. وأساسا من بعد الإمام، غيبة الإمام المهدي سلام الله عليه، النص التشخيصي أصلا غير ممكن. لماذا؟ لأن قلنا من شرائط الوصية أنه يشخصه إلى الإمام السابق الذي ثبت إمامته، يأتي ويطبق على الإمام اللاحق، يقول هو هذا من كنت مولاه فهذا علي المولى. فإذا من بعد الغيبة الذي الآن نحن نعيش في عصر الغيبة، غيبة الإمام سلام الله عليه، ثم ما ممكن النص التشخيصي، لأنه ماكو يعني إمام، ليس في بي بي لا يظهر لنا ولا نعرفه، وأساسا موضوع مفقود، فما يمكن. هذا واحد. ثانيا قلنا هذه الرواية فيها عدة احتمالات، بل الاحتمال الذي هي موافقة لمحكمات بسائر الروايات أنه يقول من بعد الأئمة الاثنى عشر يأتي المهديون اثنى عشر، أولئك نفس الأئمة في مقام رجعتهم. في روايات كثيرة أن كل الأئمة يسمون بالمهدي، اللقب المهدي، الهادي المهدي، أئمة الهداة المهديون، هذه وصف لكل إمام، حتى الأمير المؤمنين الإمام الحسن كلهم وصفوا بأنه مهدي، في روايات كثيرة عندنا. فأنه في مقام نفس الأئمة لما يرجعون إلى الدنيا يسمون بالمهدي. فالرواية أولا محكمات الدين هكذا يفسره، ثم أساسا لا يمكن إثبات الإمام بخبر واحد، واساسا في احتمالات كثيره، اذا تضرب هذه الاحتمالات بعضها في بعض، يعني في حساب احتمالات الرياضيه اللي يعرف الرياضيات، يعني لان يعني عندي مثلا في السند عندي اربع خمس وسائط، كل واسطه على فرض وثاقته احتمال خطا مثلا 20% 10% اخطا، زين، اذا تضرب هاي الاربعه كل واحد 10% كم يصير؟ ثم عندك في النص نسختين يسلمها الى ابنه او لابيه، هم اضرب هذا الاحتمال في هذا الاحتمال، ثم ابنه على فرض هذا الاحتمال ابن رسول الله او ابنه الامام العسكري، هم اضرب هذا، ثم بعد ذلك، وهذه كل احتمالات تجد ان احتمال ان يكون، ثم بعد ذلك تطبيق على هذا الشخص المدعي، يصير احتمال واحد بالمليار. يعني لو تضرب الاحتمالات بعضها في بعض تجد يعني امامه متى تثبت هذا الشيء؟ ما يمكن. اذا هذا المعيار الاول، الوصيه الظاهره. القانون الثاني، العلم. الإمام يعرف بعلمه، لكن هو ليس أي علم. العلوم التي يمكن للإنسان أن يصل إليها،
يعني العلوم البشرية التي كل إنسان، علمائنا، الطلاب، المحققون، يمكنهم أن يصلوا إلى هذه العلوم. طبعا هذه لن تكون من علامات معرفة الإمام، إنما العلم الذي به يعرف الإمام العلم الذي ليس للبشر أن يصل إليه. يقول الإمام الصادق صلى الله عليه في رواية عن أبي بصير في أصول الكافي، يقول: أي إمام لا يعلم ما يصيبه وإلى ما يصير فليس ذلك بحجة لله على خلقه. لا يعلم بالوقائع المستقبلية، هذا ليس حجة على الله، ليس حجة لله على الخلق. نعم، في رواية أخرى قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام أيضا في الكافي قال: لا والله لا يكون عالم، يعني الإمام، جاهلا أبدا، عالما بشيء وجاهلا بشيء. ثم قال: الله أجل وأعز وأكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه علم سمائه وأرضه. ثم قال: لا يحجب ذلك عنه. يعني إذا كان الإمام لا يعرف بأخبار السماء وأخبار الأرض، يعني ما يدور في السماء والأرض، إمامة هذا الشخص ينافي جلال الله، ينافي عظمة الله. على الاستيضاح المطلب أريد أضرب فد مثال بسيط لإيصال الفكرة. شأن الإمام ما هو؟ الجواب: الإمام شأنه الهداية الإيصالية، يعني ينزل في الساحة ويرفع العوائق عن سلوك المؤمنين الإيماني ويزيل الموانع، وليست الإرائية فقط، يعني يبين لهم الأحكام. هذا شأن النبي. الإمام شأنه الأولي أن يصل الناس، أن يتصدى لإيصال الناس إلى ما دعا إليه النبي. يعني لو نريد نشبه دور الإمام مثل دور القوة المنفذة المجرية، مثلا عندك مسؤول الأمن في البلد، عندك رئيس الشرطة، عندك الذي يكون يطبق القواعد الأمن على أرض الواقع. إذا قلنا توجد دولة، هذه الدولة عنده أخبار سرية أو إحداثيات أو منصب كاميرات بالطرق، لكن يحجب علم هذه الإحداثيات المهمة عن الذي هو جعله مسؤولا لأمن هذه المنطقة. مثلا الدولة تقول: أنت القائد الفلاني، اللواء الفلاني، ما أدري، الضابط الفلاني هو مسؤول عن أمن هذه المنطقة. والدولة عندها إحداثيات ومعلومات خطيرة عن تلك المنطقة، خلينا نقول منصب كاميرات 24 ساعة تعطيك المعلومة، بس ما يخلي هذا الضابط اللي هو مسؤول عن أمن هذه المنطقة يطلع على هذه الكاميرات وهذه الإحداثيات. هذه الدولة دولة فاشلة، مو حكيمة، دولة سبيانية. هذه مو، يعني نحن ننزه أنفسنا من أن واحد ينسب لنا هذا الشيء. فكيف الله يجعل خليفة في الأرض، أمين الله في الأرض، ويكون محجوبا عنه أخبار السماء والأرض؟ ما يمكن هذا الشيء. هذا العلم الذي به يعرف الإمام. في رواية أيضا في أصول الكافي، جاء شخص من الشام لكي يناظر الإمام صلى الله عليه وأصحابه في الإمامة. القضية قضية مفصلة. لما حصل البحث والمناظرة مع هشام ابن الحكم، وهشام أثبت له بأنه لابد من وجود الإمام بعد النبي، فقال الشامي: نعم أنا وياك، كون أكو إمام، بس شلون أعرفه؟ شلون أعرف؟ هشام قال: هو هذا، أشار الإمام الصادق، قال: هو هذا جالس هو الإمام. قال: شلون أعرف؟ هشام قال له: اسأله عن أخبار السماء والأرض، تجده عنده. ثم الإمام بيّن، قال: تريد
أن أخبرك من أين أتيت وكيف أتيت وفي طريقك ماذا صار عليك وكل تفاصيل حياتك أحكيها لك، نفس اللي كان عيسى بن مريم، أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. تريد؟ وحكى له، قال هيك وهيك صار، قال إيه كأنه كان معي. كيف يعرف الإمام هذا العلم؟ كيف يعرف؟ الآن يأتي بعض الناس يقولون هذا ما أدري غلو، وهذا ما أدري علم الغيب. هسه أنت شو تسميه سمي، أنا أسمي هذا علم القرآن. أليس القرآن الكريم فيه يقول نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء؟ أليس يقول لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين؟ أليس يقول ما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين؟ الذي يعلم الكتاب المبين يعلم بكل التفاصيل طبعا. والإمام أقل شيء في الإمام لابد أن يكون خليفة رسول الله في علوم القرآن. إذا القرآن في مساحة بهذه السعة اللي هو ينص عليها فكيف لا يعرفه؟ اسمه لهذه الرواية يقول، يقول عد من أصحابنا حارث بن مقيرة، وعد من أصحابنا من ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار وأعلم ما كان وما يكون. قال ثم مكث هنيئة، الإمام مكث فرأى أن ذلك كبر على من سمعه منه، يعني كان مستغرب، فقال علمت ذلك من كتاب الله عز وجل، إن الله عز وجل يقول فيه تبيان لكل شيء، مضمون الآية تبيان لكل شيء. وإذا القرآن، إذا الله يقول كل شيء، طبعا في كل شيء، الله يقول كل شيء وأنا أقول كل شيء. فإذا الإمام من علامات الإمامة العلم بكل شيء من خلال القرآن، لا يغيب عنه شيء، ليس العلم الجزئي الذي يعرفه كل أحد، العلم بكل شيء. العلوم الأخرى المسائل، يعني الإجابة عن المسائل الشرعية، هل هذا من علامات الإمامة؟ في رواية الإمام سلام الله عليه يقول في علامات الإمام، يقول فأما المسائل فليس فيها حجة، يعني إذا رأيتم أحد يجيب عن الأسئلة الشرعية هذا مو دليل على أنه إمام. انظروا الإخوة والأخوات، أجعلنا الله وإياكم إن شاء الله من أنصار المولى صاحب الزمان، ويبعد عنا وعنكم وعن المؤمنين شر أولئك المفترين. الجواب عن المسائل الشرعية أو العلوم العادية إذا أجاب لا يدل عنه إمام، لأن غيرهم يعرف، لكن إذا لا يعرف أو أجاب خاطئا يعني هذا ليس بإمام، يعني في مدلول سلبي مو إيجابي، مدلول نفي. يعني إذا المدعي للإمامة سؤال بسيط ما يعرف له، إذا هو ليس بإمام. أما إذا عرف هذا السؤال مو بالضرورة إمام. إذا العلم الذي يثبت الإمامة تلك العلوم التي تكلمت فيها. أما علوم الأخرى عدم معرفته بها دليل على عدم إمامته. عن أبي بصير قال قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك بما يعرف الإمام،
زين. قال بخصاله: أما أولها فإنه بشيء قد تقدم من أبيه فيه بإشارة إليه، يعني الوصية الظاهرة لتكون عليهم حجة، مو أي وصية، وصية ظاهرة، ويسأل فيجيب، أخو يعني لا يقول لا أدري في جواب السؤال، قلت عدم العلم يعني عدم الإمام، وإن سكت عنه ابتدأ فيخبر بما في غد ويكلم الناس بكل لسان، يعرف كل الألسنة، مو كل الألسنة، كل اللهجات. ثم قال لي: يا أبا محمد أعطيك علامة قبل أن تقوم، تريد الآن تشوف العلامة؟ فلم ألبث أن دخل علينا رجل من أهل خراسان، فكلمه الخراساني بالعربية، فأجابه أبو الحسن عليه السلام بالفارسية، فقال له الخراساني: والله جعلت فداك، ما منعني أن أكلمك بالخراسانية غير أني ظننت أنك لا تحسنها، أبالي أنك ما تعرف اللغة الفارسية مثلا. فقال: سبحان الله، إذا كنت لا أحسن أجيبك فما فضلي عليك؟ ليش أنا أصير إمام؟ الإمام يكون عنده فضل في العلم. ثم قال لي: يا أبا محمد، إن الإمام لا يخفى عليه كلام أحد من الناس، التفتوا هنا، ولا طير، طيور عندهم كلمة علمنا منطق الطير، ولا بهيمة ولا شيء فيه الروح، فمن لم يكن هذه الخصال فيه فليس هو بإمام. الإمام مو فقط يعرف لغات البشر ولهجاتهم المختلفة، بل يعرف لغة الطيور والبهائم بكل ذي روح. هم أكو كلام هو يتكلمون؟ إذا لا يعرف ليس بإمام. تعال أنت، تعال وياي. أكو شخص دعا الإمام لنفسه وهو ينتمي إلى قبيلة عربية لا يحسن اللغة العربية، كيف بسعر اللغات؟ وهذا أمر يعني شيء واضح من هذا الشخص، يعني كثير من الأحيان هو أخطأ في إعراب، في رعاية القواعد النحوية والصرفية في اللغة العربية، اللغة العربية لغة القرآن، قرأ القرآن بصورة خاطئة، بعض أصواته موجودة. زين، هذا يكون إمام الله عليك؟ أنا أقول إمام لابد أن يعلم علم بكل اللغات، كل اللهجات، حتى لسان الطيور، هذا لسان البشر ما يعرفه، لسان بني نوعه ما يعرفه هذا الشخص، شلون يصير إمام؟ إيش قد تكون إنسان مطفي وإنسان غير واعي للحقائق الدينية حتى يصدق هذا الشخص اللي أساسا قلنا لم يره، وليس في وصية ظاهرة، وليس تشخيصي، وهذا هم جهله بالأمور. هذا الأمر الثاني في قانون معرفة الإمام. الأمر الثالث، القانون الثالث أذكره باختصار، الذي ورد في الروايات، مسألة المعجزة. المعجزة الظاهرة، إعجاز الظاهر. ليش أقول ظاهر؟ لأنه الغيبيات والماورائيات، أو ما يسمونها ميتافيزيات مثلا، هذه الأمور ممكن أكو بعض القوى أو بعض الأشخاص يموهون على الإنسان، كما أنتم تشاهدون بعض الذين يدعون الشعوذة والسحر أو الاستعانة بالأجنة، يسوون بعض الشغلات. سحرة فرعون كانوا يسحرون أعين الناس في طول التاريخ، كان موجودة. فليس كل أمر غريب أو خارج عن المألوف نسميه معجزة. لا تقوم لله حجة بمثل هذه الأمور، هذه لا تسمى معجزة. كل ما يمكن أن يأتي فيه اللبس هذه ليست معجزة. المعجزة، القرآن الكريم يعبر عن المعجزة بأنها بينات، آيات بينات، يعني واضح جدا كالشمس في رابعة النهار،
أما الشيء الذي يمكن أن يصل إليه الإنسان بالاستعانة بالجن، ما هذا ليس في دلالة، أو بسرعة حركة اليد أو بالشعوذة، أو هذه ما يصير. فإذا المعجزة الظاهرة، كل شيء يكون ظاهر، و يعني بملأ من الناس وبإمكان الناس أن يطالعوا يطلعوا عليه ليعرفوا أن هذا هل هو حق أو ليس بحق. مثلا موسى بن عمران على نبينا عليه السلام ألقى عصاه فإذا هي ثعبان، فأكل واقتحم كل هذه الحبال التي تحولت إلى أعفاعي في أعين الناس، لكن في ملأ من الناس وبحضور السحرة اللي هم يعرفون، يعني يعرفون هذا يمكن أن يزور أو لا. الإعجاز يكون هيك يصير، شق القمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو لما أشار القمر فانشق إلى شقين، فسألوا كل من كان في البقاع المختلفة من الأرض، قالوا نحن في تلك الليلة رأينا الشمس انقسم إلى نصفين، قسم ذهب للشرق قسم للغرب ثم اجتمع. يعني أمر ممكن كل شاهده وغير قابل للتزوير وللبس. إعجاز كون هيك يصير، المعجزة الظاهرة. نعم، من الأمور مثلا في الإمام الحجة سلام الله عليه أنه هذه من الأمور التي نشخص به شخص الإمام المهدي لما يظهر، المعجزة. مثلا في رواية يقول قال أبو جعفر عليه السلام إن القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا قام بمكة وأراد أن يتوجه إلى الكوفة نادى مناديه ألا لا يحمل أحد منكم طعاما ولا شرابا. جماعة كبيرة من الناس قال ماكو بطريق، ما تجيبون وياكم لا أكل لا شرب. زين خاف تقولون من الطريق نشتري، لا ماكو من الطريق نشتري. شلون؟ قال يحمل حجر موسى بن عمران وهو وقر بعير، يعني بقدر بعير واحد يقدر يحمله، فلا ينزل منزلا إلا انبعث عين منه، فمن كان جائعا شبع ومن كان ظامئا روي، فهو زادهم حتى ينزل النجف من ظهر الكوفة. هذا ما يقدر غير الإمام يسويه وبحضور من الناس. أسنا تارة حط الحجر بالغرفة ويروح يقول أنا راح أجيبكم من الطعام من الحجر، ويروح مثلا أكو كانوا دجالين مثل يخفي، قال كان يخفي الطعام في صحراء مثلا يوم الحار، ونوب يجيب ويا بعض المريدين، يمشي يدري هو معلم الطريق، ويروح وبنص الطريق يحاكي يقول ايش تحكي يا لان الجو حار، مثلا تريد اجيب لك مثلا فاكهه خيار او شيء، يقول يا والله يا ريت، ويتوسل وش اسمه ونوب من تحت القاع يخرج له. وهذا تمويه، لا هذا الحجر اللي كلها يشوفه وبملء من الناس وعين ينفجر منه، وهذا من شربه اذا عطشان ترتوي اذا جوعان تشبع. هذا هو امام، لان مو هذا مو مساله، لان اشبع اجد شبع في وجداني، مو تمويه ولا مثلا اللعب بالحواس ولا سحر وعيون الناس، لان مو يوم يومين، هو مسافه الطريق كلهم شبعون ويرغون من هذا الحجر. وكذلك نماذج كثيرة في حياة أئمتنا عليهم السلام، مثلا الإمام الهادي سلام الله عليه لما أنزله المتوكل إلى بركة السباع، فكل السباع اجتمعوا حوله، مو اللي تقول لي الآن عندي واحد مربي مروض السبع، لا 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 لا، السباع اللي هي مروضة للافتراس، هي أساسا مجعولة لافتراس الناس، مو اللي ربوهم، لا لا لا. وهذا ينزل الإمام صلى الله عليه الكل، هذا الأسد هذا النمر هذا الفهد، والإمام يلمس على رؤوسهم. فالمعجزة الظاهرة يكون يصير، هذا أيضا مما يثبت إمامة الإمام
بالمعجزة الظاهرة. إذا ذكرنا نحن ثلاثة أمور: الوسيط الظاهرة، العلم اللي قلت علم اللي هو فوق بشري، والمعجزة الظاهرة. أما الدعوة الأمور ما ورائية، أنه إذا أنت ما تؤمن به راح يجيبك شيء راح يصير، هذه مو معجزة. هذا لو كان صحيحا قد يكون من الاستعانة ببعض الأجنة والأبالسة، لأن كما قلت أن الشياطين لا يوحون لأوليائهم، أكو يصير بيناتهم بين ذول المنحرفين وبين الأبالسة أكو ارتباط حسب القرآن الكريم، فهذا ما في أي دلالة. أو في الحلقة السابقة قلت المنام، المنام مو معجزة، مو ما في دلالة. ما رأينا في أحد من الأئمة أن إمامة الإمام يثبت بمنام. أولا المنام قضية شخصية غير قابل للشهود، ثم قابل لللبس، قابل للالتباس، لأنه بعض قاسوا أحلام يصير شياطين يلعب بك في المنام. وكثيرا كم عندنا روايات عن أئمتنا أجوا ادعوا قالوا نحن رأينا مثلا إمام فلان يقول أنا رأيت الإمام في المنام، يقول كذاب، هذا ليس بإمام، ما رأى الإمام في المنام. واللطيف أذكر هذه مطلبهم، بعضهم بعض هذه الفرق اللي يتمسكون بالمنامات يستدلون بالرواية الواردة في أنه أن الشيطان لا يتمثل بصورة نبي ولا وصي نبي، إذن كل من رأى الإمام في المنام أو النبي فإذن هو رأى الإمام. جيد، لو سلمنا بصحة هذه الرواية، لو سلمنا بصحة هذه الرواية، أولا لا يمكن العمل بالرواية مخالف لمحكمات الدين. قلت إثبات الإمامة من دون طريق صريح واضح خلاف المحكمات. ثانيا من جهة أخرى خلاف المحكمات، لأن عدد الأئمة محصورة في 12 وهذا انتهت، فإذا تمسك بهذا في مقابل تلك الروايات يكون تكذيب للروايات، أيضا هذا لا يمكن الالتزام به. أضف إلى ذلك من رآني فقد رآني، منين تقول أنت رأيت رسول الله؟ ما يصير شخص كذاب اللي يجيك في اليقظة يدعي النبوة، فرعون ما قال أنا ربكم الأعلى؟ ما يصير واحد يجي بالمنام يقول أنا نبي كذبا وزورا، إذا أسب بالمنام باليقظة جاي يدعون يقول أنا الإمام، ما يصير هذا نفسه أو شيطان إبليس يروح بالمنام إليك يقول أنا؟ خب من قال أنت رأيت النبي؟ أول شيء أنت رأيت شخصا ادعى أنه نبي، من قال هو صادق في دعواه؟ الرواية ما تقول من يدعي أنا نبي في المنام فهو نبي، ما يقول كل مدع للإمامة فهو إمام في المنام. عجيب، يعني مدعي الإمام في اليقظة الكذبة ما في دلالة كما هو واضح، إذا أجاك بالمنام وادعى الإمامة نصدقه. عجيب هذا. روايات مثلا يقول الكشي قال أبو عبد الله عليه السلام زرارة قال أخبرني حمزة أيزعم أن أبي آتيه؟ قلت نعم. قال كذب والله، هو يقول والدي إمام الباقر يجيه بالمنام. قال نعم هو يدعي هكذا. قال كذب والله، ما يأتي إلا المتكون، أكو إبليس اسمه متكون شيطان، إن إبليس سلط شيطانا يقال له المتكون يأتي الناس في أي سورة شاء، إن شاء في سورة صغيرة وإن شاء في سورة كبيرة، لا والله ما يستطيع أن يجي في سورة أبي. يعني هو جاهل هذا المتكون وقال أنا الإمام الباقر، لكن الإمام الصادق يقول هو كذاب، ومو بسورة الإمام الباقر، ومو بسورة الإمام الباقر، بس هو الرجال انخدع. منهم بهذا المضمون عندنا روايات أخرى، أيضا رواية أخرى إن قال إن أبا جعفر عليه السلام يأتيني في كل ليلة، حمزة قال ولا يزال إنسان يزعم أنه قد أراه إياه، فقدر أني لقيت أبا جعفر عليه السلام فحدثت ما يقول، فقال كذب عليه لعنة الله، ما يقدر الشيطان أن يتمثل في سورة نبي ولا وصي نبي. فإذا هو كثير كانوا يدعون أنه إجاه الإمام. اللطيف هم في زمن الأئمة، في زمن الأئمة اللي يقدر يشوف الإمام ويطبق أن هذه سورة الإمام أو ليس سورة الإمام، الإمام يقول هو كذاب. فكيف نحن الذين ما رأينا الأئمة؟ واحد يجيني بالمنام يقول لي أنا والله أنا نبي وأنا إمام، أنا أصدقه؟ هذا شلون وأثبت الإمام بهذا الشيء؟ هذا خلاف ضروريات الدين، هذا يصير دعوة النبوة، هذا تكذيب للنبي. إثباته أصل من أصول الدين اللي قلت شخص الإمام من الدين، اعتقاد بشخصي من أصول الدين، إثبات إمامة هذا الشخص بمنامك أنت
ويجيب لي يقول انبياء منامهم كذا، ابراهيم. حبيبي تلك رؤيه الانبياء، مو انت، انت هم نبي؟ يعني هل طريق ايصال المعلومات الغيبيه المنام؟ اذا هذا ليش نحتاج للنبي احنا؟ لا سيما اذا كان خلافه محكمات الدين. روايه لطيفه في قضيه فرعيه من فروع الدين، قال ما تروي هذه الناصبه في اذانهم؟ قال يقولون ان احد راى في المنام الاذان ثم قال للنبي. قال كذب والله، ان دين الله اعظم من ان يرى في المنام. يعني حكم فرعي ما يصير بالمنام. المنام نعم مبشر، ماكو اشكال، يبشرك بما جاء به النبي، اما يؤسس لك اصل جديد وخلاف محكمات الدين ابدا ليس هكذا. اذا المنام ليس من قوانين معرفه الامام. الوصيه الظاهره اولا، العلم ثانيا، العلم الذي بينا، والمعجزه الظاهره ثالثا. بهذا المقدار نكتفي في هذه الحلقه ان شاء الله. سالتقي بكم في الحلقات الآتية إن شاء الله، وإلى ذلك الوقت أستودعكم الله وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.